أنا في زيارتي الإقليمية سمعت من خبراء إسرائيليين أن حماس هي أكثر من منظمة إرهابية بالنسبة للأوروبيين أيضا، فهي فكرة، هي أيديولوجية، لا يمكننا أن نقتل فكرة إلا إذا أثبتنا أن هناك فكرة أفضل، وللقضاء على أيديولوجية حماس على الشعب الفلسطيني أن يحصل على أفق سياسي مبني على الأسس القانونية الدولية.